حقيقة 3 سنوات 4 سنوات وأنا أفكر كيف أعمل عملية التكميم وفي أي عيادة ومع أي دكتور. في 10 أيام نزلت 10 كيلو، بالنسبة لي شيء مبهر. العملية مو مهمة قدر ما يكون ما بعد العملية والمتابعة. يسألوني اليوم إيش وضعك، يسألون عن صحتي، هل اليوم مشيت، فكانوا في كل فترة وفترة يسألون. أنا حسيت أني في عائلة الحقيل وليس فقط عملت عملية وانتهى الموضوع.